تحياتي واهلا بكم في حلقه ما قبل المباراه الوديه الاخيره للمنتخب الوطني المغربي قبل الدخول في غمار المونديال. هذه المباراه اللي غادي تكون قدام جورجيا، كنا كنتمناو جوج المباريات، كنا كنتمناو ثلاثه المباريات، لكن نظرا لضيق الوقت فالمدرب وليد الكراكي عنده فقط مباراه اعداديه اخيره وديه قبل كاس العالم. هذه المباراه اللي غادي تكون في الامارات كيف قلت قدام جورجيا، فمباراه اكثر حاجه نتمنوها فيها هي اولا الخروج بلا اصابات، وثاني حاجه هي الخروج بنتيجه ايجابيه اللي تخلي المعنويات ديال اللاعبين مرتفعه قبل انطلاق في كأس العالم وقبل ماتش كرواتيا. كرواتيا اللي بالمناسبة لعبت قدام السعودية ما قدماتش واحد الماتش اللي هو كبير، لكن لعبت فقط بالاحتياطيين، ونتمنى الماتش اللي قدمته كرواتيا قدام السعودية تعاودوا قدام المغرب، لأنه لو التعاود نفس الماتش، لو التعاود نفس المستوى فاكيد غادي نقدروا نربحوا كرواتيا. فكيف العاده ما تنساوش تابوناو في القناه، ضغطوا على جيم، ويلا نبداو ونستعرضوا التشكيل الاساسي الرسمي اللي يمكن يلعب به المنتخب قدام جورجيا في المباراه الوديه الاعداديه الاخيره. اهلا بكم من جديد. كيف هضرنا وكيف قلنا يوم الاعلان على هذه المباراه، يوم الاعلان على مباراه وديه مع جورجيا، قلنا ربما الخيار ديال جورجيا كان باش وليد الركراكي يلعب قدام خصم اللي في المتناول، خصم اللي يقدر يفرض عليه الاسلوب ديالو، خصم اللي يقدر يشوف الافكار ديالو كتطبق على ارض الميدان قدامه. وهذا الشيء اللي غادي يخليني نقول على ان وليد الركراكي في هذه المباراه على الاغلب او لواحد 90% غادي يبداها بالتشكيل الاساسي نفسه اللي غادي يعتمد عليه في كاس العالم واللي غادي يتعاود قدام كرواتيا، عكس بزاف ديال المنتخبات اللي كتفضل تريح اللاعبين وكتفضل تلعب بتشكيل احتياطي في المباريات الوديه الاخيره. لكن وليد الركراكي ما شافش بزاف اللاعبين ديالو ومازال باغي يتيقن من التشكيل الاساسي ديالو، وهذا الشيء كيف قلت لك كيخليني نقول على انه غادي يلعب بالتشكيل الاساسي، التشكيل اللي لقاه والتشكيل اللي هضر عليه الرسم ديالو اللي غادي يكون هو 4-3-3، 4 ديال المدافعين، 3 في الوسط و3 ديال المهاجمين. غادي يبدا ب11 الاساسيين، واذا كانت شي تغييرات في هذا الماتش ديال جورجيا غتكون تغييرات اللاعبين اللي ما واجدينش 100%، او لا لهذه القضيه اللي قلنا ديال فرض الاسلوب. ففرض الاسلوب ملي كتكون انت هو اللي فرض اللعب ديالك، ملي كتكون انت هو اللي فرض الاسلوب ديالك، هادشي غادي يخليك تختار بعض اللاعبين على حساب اخرين. ونبداو بحراسه المرمى، غادي يكون فيها طبيعي غادي يكون ياسين بونو هو الاساسي، ياسين بونو اللي ما كيتغيرش. نمشيو لخط الدفاع، خط الدفاع في الظاهرين ما غاديش نوقفوا، على اليمين غادي يكون حكيمي وعلى اليسار غادي يكون نصير مزراوي، جوج الظاهرين الاساسيين ديالنا، ظاهرين على اعلى مستوى، وخليني نقول في كاس العالم كامله ربما احنا من المنتخبات اللي كتملك افضل ظاهرين في هذا كاس العالم. نمشيو للاكس ديال الدفاع ونبدا على اليسار غادي يكون القائد الكابيتانو رومان سايس. شكون جنب رومان سايس؟ هنا كاين جوج ديال الاحتمالات، كاين اشرف داري اللي خاد المباريات الوديه اللي كانت في الشهر اللي فات، وكاين العائد نايف اكراد. وهذا الماتش ديال جورجيا خليني نقول لكم على انه هو اللي غادي يقرر شكون اللاعب الثاني اللي غادي يلعب جنب سايس في دفاع المنتخب الوطني المغربي. وشخصيا كنمشي مع فرضيات على ان في هذا الماتش ديال جورجيا غادي يكون نايف اكراد وهو اللي غادي يستمر باش يكون اساسي حتى في كاس العالم. وهنا غادي نرجعوا للمشكل اللي كان عندنا مع حاليوزيتش، واللي هو جوج ديال قلوب الدفاع بجوج بهم كيلعبوا بالرجل اليسرى. علاش؟ لان شنو المشكل ديال اللاعب اللي كيلعب بالرجل اليسرى؟ هو اخراج الكره من العمق، وما كيقدرش يخرج الكره، هذا هو المشكل اللي كيكون عنده ملي كيضغطوا عليه المهاجمين، ما كيقدرش يخرج الكره. وهذا هو المشكل اللي كان كيكون عند نايف اكراد ملي كيلعب حدا سايس بجوج بهم في اللاكس ديال الدفاع. علاش ما غاديش يلعب داري؟ لان داري ايضا ضعيف في هذه النقطه، داري ايضا في قضيه الخروج بالكره ضعيف، ولهذا كنقول على انه غادي يمشي مع خيار نايف اكراد. نمشي لخط الوسط، لاعب الارتكاز على الاغلب غادي يكون سفيان امرابط. سفيان امرابط اللي حتى هو ما كيتغيرش الا اذا كانت شي اصابه، عادي يمكن يتغير. سفيان امرابط غادي يكون هو الراس ديال ذاك المثلث المقلوب، هذا المثلث اللي جوج ديال الرؤوس ديالو الفوقانيه، غادي يكون اللاعب الاول هو سليم املاح. سليم املاح اللي شفنا الغياب ديالو قدام الباراغواي خلى الوسط ديال المنتخب مكشوف. جنب سليم املاح بالعاده غادي يكون اوناحي، عز الدين اوناحي هو اللي غادي يلعب جنب سليم املاح في هذا المثلث. لكن كيف كنعرفوا عز الدين اوناحي ما واجدش 100%، وهذا الشيء اللي كيخليني نقول على انه في ماتش
جورجيا غادي نشوفو الصابري هو اللي كيلعب كأساسي، عبد الحميد الصابري هو اللي غادي يكون في هذه المثلث مع سليم أملاح وأيضا سفيان أمرابط. لكن خليني نقول لكم على أنه مع العودة ديال عز الدين أوناحي في الماتش ديال كرواتيا ربما هو اللي غادي نشوفوه أساسي. نمشي لخط الهجوم، خط الهجوم كجناح أيمن غادي يكون حكيم زياش. الركراكي هضر وقال على أنني ما وعدتش حكيم زياش بشي حاجة، لكن بعيد عن الوعود بداكشي اللي كيتواجد باللاعبين اللي متواجدين حاليا في المنتخب، فحكيم زياش ربما احق واهل للرسميه في تشكيل المنتخب، غادي يكون في الماتش ديال جورجيا وغادي يستمر حتى الماتش ديال كرواتيا. كجناح ايسر كيف كنعرفوا الرسمي هو سفيان بوفال، واللي كنتوقع انا يكون في الماتش ديال كرواتيا هو سفيان بوفال، لكن حاليا عارفين على ان سفيان بوفال ايضا بحاله بحال عز الدين اوناحي ما واجدش 100%. سفيان بوفال يلاه كيرجع من بعد الغياب مع النادي ديالو اونجي، البديل ديالو زكريا بوخلال حتى هو ما واجدش 100%. انس الزروري مازال ملتحق، اللاعب اللي حتى هو يمكن له يلعب كجناح ايمن وكجناح ايسر مازال ملتحق، وجميع الاخبار كتقول على ان غادي يلتحق بهم مباشره يوم المقابله في الامارات. كيبقى اللاعب اللي غادي يلعب لنا كجناح ايسر في هذا الماتش ديال جورجيا واللي غالبا هو اللي غادي يختاره وليد الركراكي هو عبد الصمد الزلزولي. اي عبد الصمد الزلزولي حتى هو كانت عنده اصابه مع النادي ديالو، لكن كنعرفوا قبل الالتحاق بالمنتخب الوطني المغربي صرح المدرب ديالو وقال على انه واجد 100% باش يلعب، ولهذا عبد الصمد الزلزولي هو اللي غادي نشوفوه كجناح ايسر في تشكيل المنتخب قدام جورجيا. من بعد الاجنحه غادي نمشيو لقلب الهجوم، وفي قلب الهجوم غادي نرجع معكم لواحد النقطه اللي ذكرتها في الاول ديال الفيديو، وهي قلت على ان الركراكي في هذا الماتش باغي يفرض الاسلوب ديالو. الركراكي في هذا الماتش باغي هو اللي يكون مبادر، هو اللي يمتلك الكره وهو اللي يمشي للهجوم. وهنا غادي نهضروا ونقولوا اللاعبين رقم 9 اللي عندنا كيف كنعرفوا، عارفين النصيري كتستافد منه اكثر الا كنتي كتلعب بشكل دفاعي، الا كنتي كتلعب بشكل متاخر كتستافد منه لانه كيمشي يضغط لك على حامل الكره وايضا كيرجع وكيعاونك دفاعيا. لكن كيبقى راس الحربه الثاني اللي كنعتقد على انه غادي يلعب وغادي يرجع باش يلعب اول مباراه رسميه ليه مع المنتخب الوطني المغربي من بعد 3 سنوات هو عبد الرزاق حمد الله، هو اللي غادي يدخل كاساسي في هذه المباراه ديال جورجيا. نظرا لانه كيف قلت غادي توصلوا كره بزاف، غادي يوصلوه كرات بزاف، غادي نمشيو حنا ونبادروا للهجوم اكثر، فخصنا مهاجم قناص اللي يترجم هذه الفرص الاهداف. وكنعتقد على ان هذا اللاعب هو عبد الرزاق حمد الله، وغادي تكون خطوه مزيانه من وليد الركراكي باش يشوف التعامل ديال حمد الله مع بقيه اللاعبين، يشوف كيفاش غادي ينصهر وكيفاش غادي ينسجم مع المجموعه، يشوفوا في ماتش ودي قبل ما يجيو يرميه في ماتش رسمي في كاس العالم. حتى لهنا غادي نكون وصلت وساليت معكم الاستعراض ديال التشكيل المتوقع للماتش ديال جورجيا من وجهه نظري انا دائما، والاهم هو الراي ديالكم انتوما. شاركوه معايا في التعليقات، وما تنساوش ضروري انكم تابوناو في القناه، ضغطوا على جيم، وما بقى لي غير نقول لكم تهلاو.